طيب تعالوا نكمل بقى المواضيع بتاعتنا ان شاء الله النهارده. لو انت فاكر اتكلمنا امبارح عن الفايل سيستمز، صح؟ واتكلمنا تحديدا على موضوع الاينود تيبل، وقعدت شرحت باستفاضه كبيره جدا وطولت قوي في الموضوع الايه اللي بيشرح لك ازاي الديسك بتاعك ايه الدنيا بتتقسم فيه، تمام؟ او لما بتجيب ديسك بيبقى شكله عامل ازاي، وبعد كده لما بتقسمه بيبقى شكله عامل ازاي، وايه الحاجات اللي بتبقى موجوده على الديسك ده. واتكلمنا ان كل بارتيشن بيكون عباره عن جزء مستقل بذاته، او لما تاخد الديسك وتقسمه بتقسمه البارتيشنز، بيكون كل بارتيشن مستقل. طيب وكل بارتيشن بيكون له حاجه اسمها اينود تيبل. الاينود تيبل ده كل وظيفته ان هو يخزن الميتا داتا بتاعت الفايلز والدايركتوريز. وكمان كنت كلمتك ان ايه الفرق بين الفايل والدايركتوري، وقلت لك خليك فاكر دايما ان الدايركتوري عباره عن سبيشال فايل مش بتكونتين فايلز خلاص، لكنها بتشاور عليه. ولما جيت وريتك امبارح كده مثلا انتري في الاينود تيبل بتاعت فايل، حتى لقيت اسم الملف مش موجود معاها، ده انت لقيت اسم الملف عباره عن ريفرنس بيشاور على الرقم، او اقول لك ايه الاينود نمبر بتاع الملف ده، تمام كده؟ حد فاكر من امبارح الكلام ده؟ طيب قلت لك كمان ان عندك حاجه اسمها البارتيشن تيبل. البارتيشن تيبل ده عباره عن جزء من الام بي ار، وقلت لك ان البارتيشن تيبل ده مهم جدا لان من غيره هتعرف فين بدايه ونهايه كل بارتيشن، تمام؟ قلت لك ان لو البارتيشن تيبل ده ضاع ايه اللي حصل، او بقى كوربتد، اتمسح بقى بشكل مقصود، بقى كوربتد بشكل غير مقصود لان فيه هاردوير فيلير، يعني الديسك بتاعك فيه مشكله كهاردوير نفسه، في كل الحالات مع السلامه يا معلم، خلاص. طيب الحاجه الثانيه كمان قلت لك عليها، ان لو الاينود تيبل بتاع اي بارتيشن حصلت له مشكله، ها ده مش هيأثر في اي بارتيشن تاني موجود على الديسك، لان كل اينود تيبل بيبقى مسؤول عن بارتيشن خاص بيه هو بس، تمام كده؟ اعتبر ان البارتيشن تيبل هو عباره عن الحكومه اللي بتمثل دوله معينه. يعني لو انت جيت فكرت فيها كده بكل بساطه، الموضوع ابسط مما تتخيل، اهو اعتبر ان ده العالم كله بتاعك. العالم ده قسمته لمجموع الدول، خلاص كل دوله لها الحكومه بتاعتها، اهو في الاول خالص هنا كده ده الام بي ار، اللي جزء منه ها ده الام بي ار اللي فيه جزء منه كده صغير اسمه البارتيشن تيبل، تمام كده؟ طيب قلت لك ان كل اينود تيبل من دول اهو ها ده منفصل عن ده، وان لو ده ضرب مش هيأثر لا في ده ولا في ده ولا في ده. خليك فاكر الحكايه دي، شوف انا بأكد عليك للمره المليون، ماشي؟ طيب كلام جميل. تعالى بقى النهارده كده ايه نكبر الموضوع ونكبر الدنيا شويه. تعالى نكبر الموضوع ونكبر الدنيا شويه واحنا شغالين. ازاي يا عم؟ بص لي كده. اول حاجه عندنا اتكلمنا عليها امبارح كانت الاينود، صح؟ وعرفت ان كل فايل بيكون له رقم، وان لو عندي فايل مساحته كبيره قوي ها فايه اللي هيحصل؟ اول اينود هيحجزه هو ده اللي هيبقى الاينود نمبر بتاع الملف ده. طيب وبقيه الاينودز اللي هو حاجزها، ما كل اينود بيشار على مجموعه بلوكس، ولو الملف ده مساحته 500 ميجا يبقى الملف ده حاجز وليكن مثلا فرضا حاجز له بتاع 5000 اينود. طيب اني واحد فيهم اللي هيشاور على الملف ده؟ اول واحد بس، الباقيين هيتحط عليهم فلاج كده ان هم يوزد. طيب كلام جميل. الجديد بقى النهارده اكلمك عليه هو ايه؟ بص خليك فاكر دايما ان لو احنا خدنا مثال الحكومه هو الممثل لكل اينود، يعني دي حكومه دوله ودي حكومه دوله تانية اهون، ودي حكومه دوله ثالثه ودي حكومه دوله رابعه، فايه اللي هيحصل؟ بص لي، هو ينفع يكون عندك مواطن في امريكا، انا خلي بالك انا قلت لك ان كل فايل بيتعامل بايه؟ بالرقم بتاعه، بالاينود نمبر بتاعه، صح؟ بالظبط زي ها السكان اللي عايشين في اي دولة. ينفع اتنين في دولة واحدة
ينفع 2 سكان في دولة واحدة يكون ليهم نفس رقم البطاقة؟ مستحيل، مستحيل تلاقي شخصين ليهم نفس رقم البطاقة، إلا في مصر مثلا ممكن تلاقي حاجة زي كده. مفيش مشاكل في مصر. ماشي؟ فمن الطبيعي إيه؟ الطبيعي إن لو عندك في أي دولة طبيعية خلاص وحط تحت الطبيعية دي 100 خط، إن ممكن فايل هنا أو لو في فايل هنا هيكون له أي نود نمبر. ولو في فايل هنا هيكون له اي نود نمبر تاني خالص. ما ينفعش ملفين يكون لهم نفس الاي نود نمبر. يعني بكل بساطة لما اقول لك ما ينفعش ملفين، يعني ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش 2 different داتا بلوكس، خليها كده، ما ينفعش 2 بلوكس يكون لهم نفس الاي نود نمبر، 2 بلوكس مختلفين اهو، لان ده بيمثل مكان فيزيكال على الديسك وده بيمثل مكان فيزيكال تاني. تمام كده؟ طيب كلام جميل. طيب بص كده بقى يا سيدي، بص لي كده، انا دلوقتي لما كنت بعمل، ارجع هنا كده امسح ده بقى، اسالك شويه اسئله ونبدا ايه نخمن كده، مش نخمن، نستكشف ايه اللي كان بيحصل. هو انت لما بتعمل كوبي، لما بتعمل كوبي على نفس الفايل سيستم، على نفس البارتيشن، ايه اللي بيحصل في عمليه الكوبي؟ ايه اللي بيحصل؟ يعني لو عندك ملف هنا حبيت تعمل له كوبي، ايه اللي هيحصل؟ بكل بساطه لو بتكتب على نفس الفايل سيستم، ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه هيروح يحجز له اينود تيبل، تمام، وهيبدا ياخد نسخه من الداتا بلوكس اللي موجوده هنا يكتبها على داتا بلوكس تانية، وبعد كده يعمل لها بوينتر يشاور عليها في الدايركتوري الجديده دي. ها وضحت؟ وضحت الحكايه دي؟ تاني لو جيت عملت كوبي من ملف على نفس الفايل سيستم، على نفس البارتيشن، اوتوماتيك هيعمل ايه؟ هيحجز له اي نود نمبر للملف الجديد او الملف اللي عملت له كوبي ده. ما انت لما بتعمل كوبي، ها، بياخد نسخه من نفس الملف في المكان الجديد، فالنسخه دي معناها انه هيكريت فايل جديد للنسخه الجديده دي، صح؟ معنى كده ان هو محتاج يحجز اي نود نمبرز، نمبر او نمبرز على حسب حجم الملف قد ايه. لو نمبرز هيحجز اول واحد بس والباقيين هيعلم عليهم ان هم يوزد. لو ملف بتاعك صغير جدا وينفع يتخزن في اينود واحد، خلاص احجز اينود نمبر واحد، مش محتاج يعلم على اي اينود نمبر تاني ان هو ايه يوزد، خلاص الموضوع منتهي. طيب يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هيكتب او هياخد نسخه من الداتا بلوكس اللي هنا ينقلها في المكان اللي انت عايز تعمل له كوبي هنا. الحاجه الثالثه هيعمل بوينتر لو انت بتنقلها هنا من دايركتري لدايركتري ثانيه او على حتى نفس الدايركتري، هيعمل لها بوينتر للدايركتوري دي، يقول لها انت يا دايركتوري يا اللي اسمك اكس، انت بتشاوري على فايل اسمه وليكن اكس والاي نود نمبر بتاعه 507 ولا 510، يدي له الاي نود نمبر بتاعه. طبعا ما بيكونش اي نود نمبر صغير كده، بتلاقي رقم كبير 100 مش عارف 500 ولا 15 مليون مش عارف 800 مش عارف وكام، على حسب عندك كام اي نود نمبر فري. خلاص وضحت؟ يبقى ده في عمليه الكوبي، ها، على نفس الفايل سيستم. طيب كلام جميل. طب لو بتعمل كوبي على ديفرنت فايل سيستم، ما بين فايل سيستم وفايل سيستم تاني، ها، يبقى المره دي ده الملف السورس بتاعي اهون، بس عايز انقل على فايل سيستم تاني، على بارتيشن تاني، ايه اللي هيحصل؟ برضه هيروح يحجز له ايه؟ هيعمل ايه المره دي؟ هيحجز اي نود نمبر جديد. خلاص؟ تاني الحاجه اللي بعدها، ها، هياخد نسخه من داتا بلوكس دي يكتبها فين؟ ها؟ يكتبها فين؟ على البارتيشن الجديد او على البارتيشن الثاني. طيب بعد كده يعمل له بوينتر يشاور على الملف دول. ماشي؟ طيب كلام جميل. طب لو بتعمل موف او كات للفايل على نفس الفايل سيستم،
لو بتعمل كات ها لفايل على نفس الفايل سيستم بكل بساطة الموضوع أبسط مما تتخيل. بص الداتا بلوكس مكتوبة صح؟ لو بتعمل كات أو موف الداتا بلوكس مكتوبة، هيسيب الداتا بلوكس زي ما هي. طب ما الداتا بلوكس دي يا عم بتشاور على اي نود، لو سابها زي ما هي معنى كده ايه اللي هيحصل؟ ها هيفضل نفس الاي نود نمبر. امال بس ايه اللي هيتغير؟ اللي هيتغير البوينتر او الريفرنس اللي كان بيشاور عليه في الدايركتوري دي بس. عشان كده عملية الموف سريعة جدا، لانه بيسيب الداتا بلوكس في مكانها زي ما هي، خلي كل حاجة زي ما هي. لكن ايه اللي بيتغير دلوقتي؟ ها البوينتر فقط. وصلت؟ ها حد عنده اي مشكلة؟ طيب ثانية واحدة بقى، لو انا بعمل موف ها من فايل سيستم لفايل سيستم تاني، عارف ده معناه هيعمل ايه؟ اول حاجة هيروح يحجز للملف اللي هيتعمل له موف في الفايل سيستم الجديد اي نود نمبر جديد، هيروح يحجز اي نود نمبر مش كده وبس، وهيروح ياخد النسخة دي كده كوبي يعمل فيها ايه؟ يكتبها في الفايل سيستم التاني. هياخد كوبي، خلي بالك انا بعمل موف، فهياخد كوبي من الاوريجينال ها ينقله على الفايل سيستم الجديد ماشي كده، ويعمل له بوينتر جديد في المكان الجديد بتاعه على البارتيشن الجديد او على البارتيشن التاني. خلاص مش كده وبس، وبعد ما يخلص كل ده هيرجع يمسح، هيمسح الداتا؟ لا هيمسح البوينتر فقط اللي كان بيشاور على الداتا دي. هيجي كده في الاينود تيبل، هيجي على هيقول لك الاينود اللي كان موجود اللي كان اسمه وليكن 500، ده كان بيشاور على فايل اسمه اكس، لا خلاص شيل الريفرنس ده، علم لي عليه كده ان هو بقى ها هيحط فلاج عليه كده بس كده ان البوينتر اللي رقمه 500 ده هنا بقى فري. عشان كده عملية الموف كانت بتاخد وقت اكتر، الموف ما بين بارتيشن وبارتيشن تاني اقصد ها، يبقى الموف على نفس البارتيشن كانت سريعة جدا، عملية سريعة جدا اهي. لو على نفس البارتيشن الموضوع بسيط اهو، من هنا لهنا هي نفس انا عايز اعمل موف صح، داتا بلوكس زي ما هي موجودة هنا هي، طب انا هنقلها لمكان تاني ليه؟ هيسيب الداتا بلوكس زي ما هي موجودة، وطالما نفس الداتا بلوكس معناها ايه اللي هيحصل؟ نفس الاينود نمبر، بس ايه اللي هيحصل؟ البوينتر بس او الريفرنس بدل ما كان اكس بيشاور على 501 ولا 500، هيشيل الكلام ده كله كده وهيقول لك في الدايركتوري الجديده اللي هي موجوده في المكان وليكن في فار مش عارف ايه المكان بتاعها بقى، ويقول لي انت يا فار انت ما عدتش بتشاور على اكس اللي بيساوي 500، لا ده يوزر مثلا الفايل اللي اسمه او 500 او اسف انت نقلت مثلا ملف فيو من فار ليو اس ار، لا يبقى خلاص انت يو اس ار انت بقيت بتبوينت على فايل اسمه اكس والاينود بتاعك 500 او الاينود بتاعه 500. ها وضحت؟ يبقى في عمليه الموف على نفس الفايل سيستم بيسيب الداتا بلوكس زي ما هي، بيسيب الاينود نمبرز زي ما هي، بس ايه اللي بيحصل؟ بيغير البوينترز من دايركتوري لدايركتوري تانيه، بدل ما دايركتوري اسمها اكس هي اللي بتشاور على على البوينتر ده، بقى دايركتوري اسمها واي هي اللي بتشاور على البوينتر ده. عشان كده عملية الموف على نفس البارتيشن سريعة جدا جدا، لان كل حاجة زي ما هي واللي بيتغير الريفرنس فقط. انما لو عندك فايل سيستم وفايل سيستم تاني، ده بارتيشن وده بارتيشن تاني، ودي داتا مكتوبة هنا هي عايز انقلها هنا اعمل لها موف، ايه اللي هيحصل؟ لازم يروح يحجز اي نود نمبر جديد، زائد هياخد نسخة من الداتا دي ها يكتبها هنا، وبعد ما اعمل كده يعمل لها ريفرنس في المكان الجديد، يعمل لها بوينتر في المكان الجديد، وبعد ما خلص ارجع امسح القديم ده. طب القديم ده هيمسح الداتا بلوكس نفسها؟ مفيش حاجه اسمها يمسح الداتا بلوكس بكل بساطه، وهقول لك ليه دلوقتي، هفهمك ليه، هشرحها لك بالمره. يلا بقى ها بيمسح بس الاينود اللي كان بيشاور عليها، ومش بيمسح الاينود، لا ده بيعمل حاجه اسمها ست فري، بيعلم كده على الاينود اللي كان بيشاور على الداتا بلوك دي ان هو بقى فاضي، ممكن تعمل له ريوز في المستقبل بس كده. شكرا. وضحت؟ ها
حد عنده اي مشكلة في الحكاية دي يا شباب؟ ايوه، السر في استرجاع الملفات ان البلوك نفسها موجوده. طيب كلام جميل. عمليه الريموف بقى، عمليه الريموف، عمليه الريموف كان ايه اللي بيحصل فيها؟ بكل بساطه عندك فايل سيستم اهو، خلاص. الريموف بكل بساطه بسيطه جدا، كل اللي هيعمله هيروح على الاينود نمبر، ويعلم عليه ان هو بقى سيت فري، خلاص. الايدون نمبر ده بقى فاضي يا عم، ممكن تستخدمه. فعمليه الريموف هتلاقيها سريعه جدا جدا جدا، ماشي؟ وضحت؟ يبقى دلوقتي انت فهمت ايه اللي بيحصل لما بتعمل كابي؟ طب ايه اللي بيحصل لما بتعمل موف؟ ها؟ طب لما بتعمل ريموف ايه اللي بيحصل؟ طيب انا ليه بقول لك مفيش حاجه اسمها الداتا بتروح؟ ليه بقول لك ان مفيش حاجه اسمها الداتا بتروح؟ بص تعال كده نستكشف الهارد ديسك من جوه. بص لي كده، عارف الديسك بتاعك عبارة عن ايه؟ ها؟ الديسك بتاعك عبارة عن ايه؟ اسطوانة حديد كده، اسطوانة حديد، وفي ابرة كده عمالة تلف عليها بدراع. الاسطوانة دي، الاسطوانة الحديد دي، السطح بتاعها من فوق، السطح بتاعها من فوق كده متغطي بحاجة اسمها أكسيد الحديد المغناطيسي. حد فيكم سمع عن اسم أكسيد الحديد المغناطيسي ده؟ الناس اللي عدوا من ثانوية عامة، لو انتوا لسه فاكرين. اكسيد الحديد المغناطيسي دون، اعتبره ان هو عباره عن مغناطيس صغير، او هيحول السطح ده كده لمغناطيس صغير. طيب كلام جميل. بص لي كده، لو حد فيكم فاكر، يا فاكرين الدواء اللي كده بتاع المغناطيسيه؟ حد فيكم خد الكلام ده في اعدادي هندسه، او اللي دخل حاسبات وخد فيزياء، حاسبات ومعلومات لازم بتاخد فيزياء، واللي دخلوا هندسه، واللي دخلوا هندسه برضه بياخد فيزياء وبيدرس الكلام ده، مفيش كلام يعني، مفيش نقاش فيها. طيب ايه اللي كان بيحصل معانا بقى يا معلم لما كان الدكتور يقعد يشرح لك؟ بص كده، لما يكون عندك مغناطيس، في اي مغناطيس في الدنيا بيكون له مجال، خلاص. وخليني فرضا من غير ما ادخلك بقى في دوال واقعد اتعبك معايا، بص اي مجال في الدنيا اعتبره ان هو عامل كده، بلاش مجال، اي دله، اي دله في الدنيا فرضا، انا عندي دله وليكن الساين الكوزاين، اي دله تعجبك يا عم اختارها وخد عليها مثال، الدواء اللي بتكون عاملة كده، ماشي؟ وبلاش الرسمة الغبية دي، تعالى كده. عندي دالة هي، انا عارف ان الرسم بتاعي سيء جدا بس مش مشكلة يعني. طيب انت عندك المغناطيس اهو موجود فوق اهو، الابرة دي عمالة تلف، صح؟ الابرة دي عمالة تلف، بمجرد اصلا ما يكون في اكسيد حديد مغناطيسي، معنى كده ان في مجال، اصلا في مجال مغناطيسي موجود. يعني بقول لك اسطوانه حديد عليها اكسيد حديد مغناطيسي، فهي بقت مغناطيس اساسا بكل بساطه. طيب امال ايه بقى يا معلم؟ بص هنا كده، لما اجي اكتب اول مره، اول مره تيجي تكتب ايه اللي بيحصل؟ الابره بتحتك بالسطح، الابره بتحتك بالسطح. عارف لو انت عندك حتتين حديد، او لو عندك حديده وعندك مغناطيس وحكيتهم ببعض ايه اللي هيحصل؟ ها، لو عندك حديده وحكيتها في مغناطيس ايه اللي بيحصل؟ الحديده بتكتسب مجال مغناطيسي. فاكر لما كنا في رابعه ابتدائي وكان يقول لك هات حديده واقعد حكها كده مع مغناطيس، اوتوماتيك الحديده نفسها تتحول لمغناطيس؟ ده لان الاحتكاك، ها، مع وجود المجال المغناطيسي ايه اللي بيحصل؟ بكل بساطه المجال المغناطيسي بيزيد. طيب كلام جميل، معنى كده ان لو كان المجال المغناطيسي بادئ من هنا، فلما زاد بقى المجال المغناطيسي عباره عن كده. خدت بالك؟ بص هو كان بادئ من فين؟ بص دلوقتي البيك بتاعه بقى فين؟ طيب رحت انت، رحت ماسح الكلام او مش لما جيت مسحت، علم على الاينود بتاعه ان هو ايه؟ علم على الانود بتاعه ان هو ايه؟ ان هو بقى فري. طب رحت انت، رحت جاي كاتب اول مره، طب رحت جاي كاتب كمان مره، فبص كده تاني مره. بص المجال بتاعك للمره التانيه، بص بقى فين؟ بص المره الاولانيه بقى فين؟ شايف؟ معنى كده ان لو جيت رسمتها بقى بشكل
بشكل محترم شوية. تعالى كده ادي الهارد ديسك وانت جايبه جديد شكله محترم. بعد كده كتبت عليه اول مرة، خلينا نعمل بلون تاني عشان تبقى اوضح اهون. رحت جاي كمان كاتب عليه كمان مرة اهو، بصوا شكل المجال ايه اللي حصل له. خلاص طيب ثواني كده اشوف لكم الصوت. طيب نكمل بقى. فبص كده ايه اللي حصل، ها بكل بساطة عندك اللي حصل حاجة واحدة بس، ان كل مرة كانت الابرة بتتحرك فوق الاسطوانة اللي كانت موجودة عندك دي، هي ادي الاسطوانه وادي الابره عماله تتحرك عليها كده، فايه اللي بيحصل؟ ها المجال المغناطيسي بيزيد، كل مره الابره تحتك بالاسطوانه ها ايه اللي يحصل؟ المجال المغناطيسي بيزيد. عارف يعني ايه المجال المغناطيسي بيزيد؟ اهو طيب بص لي كده، بما ان الابره دي عماله تلف كده كل شويه، فتخيل عندك كل شويه المجال المغناطيسي يزيد، كل مره عمال يزيد، كل مرة تكتب عمال يزيد أكتر، فاعرف إيه اللي هيحصل في الآخر؟ ها لما يوصل لمرحلة الديسك بتاعك عدد مرات من الكتابة، ها لما تقعد تكتب كده مرة واتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وعشرة ومية وألف، هيوصل لمرحلة الديسك ده أصلا بيكون فيه ترانزستورز كده صغير، خلاص؟ الترانزستور ده بيقدر يقرا المجال المغناطيسي لحد قيمة معينة، تمام كده؟ فلو جت الإبرة عدت على الأسطوانة وجت تقرا المجال المغناطيسي، لقت إن المجال ده وصل لأعلى من قيمة معينة، إيه اللي هيحصل لها؟ مش هتعرف تقرا المجال ده. عشان كده أحيانا الديسك، مش أحيانا، في الطبيعي الديسك بتاعك لما بتيجي تشتريه كده بيقول لك أنت عندك هيقدر يقرا كم مرة ويقدر يكتب كم مرة، وساعات بيقول لك ممكن يكتب لحد 100,000 مرة. وصلت؟ ممكن يقول لك الديسك ده ممكن يكتب لحد 100,000 مرة أو 10,000 مرة، عارف يقدر يقرا ويكتب 10,000 مرة معناها إيه؟ ها؟ إن المجال بتاعه ممكن يقعد يزيد كده لمدة 10,000 مرة، وممكن يقرا كل شوية المجال وهو بيزيد. طيب كلام جميل. خليك بس فاكر هنا هون، أنت لما جيت كتبت كمان مرة إيه اللي حصل؟ زود المجال. طيب بص لي كده، لو انت عندك حاجه بالمنظر ده، لو انا قلت لك، بص شايف الداله اللي هي مكتوبه بالاسمر دي، شايف الداله دي؟ لو قلت لك تعرف تفصلها لي عن الرسمه، بص بمجرد النظر، حتى بمجرد النظر ليك تعرف تفصلها لي عن الرسمه وتطلعها كده في شكل لوحدها، ها تقدر؟ لان ايه؟ لان كتبت كم مره؟ لان كتبت 3 4 مرات بس، 5 مرات بس. بس بص لو انت جيت كده عملت كده بكل بساطه، هات لي كده فين يا عم اللون الازرق، قعدت تكتب كده وكتبت كمان مره كده وكتبت كمان مره كده، وبعد كده قعدت بص عمال تكتب كل شويه، كل ده عمال مجال عمال يتكتب، كل ده مجال عمال يتكتب، بص شايف؟ هتوصل لمرحلة بعد عدد معين من مرات الكتابة، لو قلت لك دلوقتي تعرف ترجعها لي، تقدر ترجعها؟ ها بص لي كده، لا والله ما تعرف ترجعها، لو قلت لي رجعها لي بالظبط زي ما هي كده ما تعرفش ترجعها. بص ايه اللي حصل، رجعها لي بقى، لو تعرف ترجعها رجعها وريني نفسك. عشان كده بعد مرحلة معينة من الكتابة ها
ايه اللي بيحصل؟ خلاص كتب مرة، كتب التانية، زود المجال مرة تالتة، زود المجال مرة رابعة، خمسة، ستة، 10، 16، وهوب هتوصل لمرحلة انا ما كنتش اصلا عارف اقرا المجال اللي كان مكتوب قبل كده. فساعتها ها خلاص يا عم ما يقدرش يسترجع الداتا دي. طيب حاجة بس عايز اقولك عليها، هو انت لما بتعمل ريستور للداتا، تعال امسح كل الكلام ده كده، البرامج بتاعت الداتا ريكفري بتشتغل ازاي بقى؟ ما بتخترعش اي حاجة. بص ادي الداتا بتاعتك مكتوبة، هي بياناتك مكتوبة كل حاجة تمام وزي الفل. انت لما جيت رحت، انت رحت جاي رحت مسح الداتا بالغلط، ايه اللي انت عملته؟ هل انت مسحت المجال المغناطيسي اللي موجود على الديسك ده؟ ما انا قلت لك المجال المغناطيسي ما بيتمسحش يا معلم. المجال المغناطيسي ممكن يزيد بالاحتكاك بس ما بيتمسحش. خلاص؟ طب ايه اللي هيحصل لو انت جيت كده رحت جاي على الاينود وعملت له ان هو بقى فري، سيت فري للاينود ده؟ عارف ايه اللي هيحصل؟ الداتا نفسها لسه مكتوبه على الديسك، يعني المجال اللي هنا هل هو بنفس القيمه؟ لسه زي ما هو صح؟ فيبقى تقدر ترجع او تقدر تعدي كده على الديسك ده بشكل لو ليفل، تقدر تقرا المجال مره تانية وتحاول تسترجع البيانات منه. ممكن تعملها ولا لا؟ ممكن. عشان كده بيقول لك لما تديليت الداتا بتاعتك وعايز تعمل لها ريكفر، اوعى تعمل رايت عليها، يعني ما تجيش كده تقعد تعمل لي رايت عليها خلاص وبعد كده ترجع تقول لي حاول تعمل لها ريكفر. ما تعذبش نفسك بقى، يعني انت ليه بتعذب نفسك وبتعذب الديسك معاك؟ خلاص يبقى اوعى لما تديليت الداتا تعمل لها ايه، ها، اوفر رايت، او تكتب عليها حاجه تانية. ممكن اول ما تعمل لها ديليت ترجعها تاني بكل سهوله، لان المجال شدته لسه ما اتغيرتش، المجال في الاماكن دي لسه الشده بتاعته ما اتغيرتش. تمام كده؟ طيب كلام جميل. ايه تاني كنت عايز اقوله؟ ماشي، اعتقد ان كده كفايه جدا، اعتقد ان انت كده فاهم الى حد ما ها ايه اللي بيحصل على الديسك عندك. نعم؟ اه بس لازم ما تكتبش في نفس البارتيشن. بص لي كده كمان، انت لما تيجي تقسم الديسك بتاعك لبارتيشنز، اقول دي ولا اعذبش نفسي؟ بص الديسك بتاعك نفسه، بص بيتقسم لدوائر كده كمان من جوه. ودي الابره عماله تلف هنا، هي دي الابره بتاعتك اهي. بص لي كده، بص شايف الدايره اللي بره دي؟ الدايره اللي بره دي، ها لو انت جيت بصيت عليها، مش دي اكبر دايره موجوده؟ مش دي اكبر دايره موجوده؟ طب الدايره اللي بعدها مش دي اصغر دايره؟ طب اللي بعدها مش اصغر منها؟ طب اللي بعدها مش اصغر منها؟ اصغر منها اهو صح. طب بص الديسك بتاعك لما تيجي تعمل بارتيشنز بيعمل كده، بيكتب البارتيشن في حته زي دي كده مثلا، يبقى ده هيكون البارتيشن بتاعك، وبيجي على ده كده يقسمه من بره. بص عشان اوضحها لك عشان تبقى واضحه قوي قوي قوي، يعني ممكن اجي هنا كده و ارسمها ازاي دي. طيب اهي ادي دايرة، حلو جدا. وادي كمان دايرة، وادي كمان دايرة، وادي كمان دايرة اهو.
كلام جميل. وخلي شكل دي يا سيدي وليكن اخضر، شكلها وحش قوي. ماشي، بص لي كده، بص لي كده. دي الإبرة هي، خلاص. بص ال 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 الدايرة اللي بره الزرقاء دي، شايفها؟ مش دي أكبر واحدة فيهم؟ اللي بعدها أصغر منها، اللي بعدها أصغر منها، اللي بعدها أصغر منها، صح؟ فبص كده، هيقسم الدوائر دي كده بالشكل ده. اهو 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 اهو، وهيجي على كل واحدة من دول كمان كده، هيقسمها كده. وتعالى عايز احط لك فاصل بينهم، تعالى احط لك فاصل. ده مثلا انت عندك الديسك قسمته لاربعه بارتيشنز، ادي الاربعه بارتيشنز بتوعك اهو. حلو جدا. بص لي كده يا ريس، على حاجه صغيره جدا. بص كده، بص، شايف المساحه دي؟ تعالى نختار لون وليكن اللون ده. شايف المساحه دي كده؟ هتلاقيها ايكوال لمين؟ للي جنبها دي، صح؟ ماشي. بس هتلاقي دايما المساحه دي اكبر من اللي جنبها. طب ده هيأثر معايا في ايه يا عم؟ وانت عمال وجع دماغي في ايه؟ بص اقول لك على حاجه. انت في عندك لما تيجي تكتب بقى، طبعا العدد مش صغير كده يعني، يعني مش اربعه بالحجم ده ولا ثلاثه بالحجم ده، ده انا بكلمك عن ممكن مئات مثلا، خلاص. فلما تيجي تقسم بارتيشن تقول البارتيشن ده وليكن مساحته 100 جيجا، عارف ده البارتيشن مساحته 100 جيجا، ده مش معناه ان انت تقدر تكتب ملفات بنفس الحجم مساحتها 100 جيجا. امال معناه ايه بكل بساطه؟ بص، هيبقى عندك ليميت. معناه مثلا ممكن تكتب وليكن وليكن 10 ملفات كل واحد 4 جيجا، و20 ملف كل واحد مش عارف، لا بقى كل واحد بلاش 10 ملفات، خليه 5 ملفات كل واحد 4 جيجا، و20 ملف كل واحد 2 جيجا، ومش عارف و40 ملف كل واحد وليكن 50 جيجا، خلاص. ومش عارف و100 ملف كل واحد، لا 40 ملف كل واحد كام؟ 500 ميجا، اسف، خلاص. و100 ملف كل واحد 100 ميجا، وهكذا. انت عارف ده ليه؟ لان لما بيجي اللوكيت فايل، ها، بيحاول يالوكيت سبيس تعادل الفايل ده، ماشي. طب البيانات دي هعرفها امتى؟ بص يعني ما تشغلش بالك بيها دلوقتي، بس بكل بساطة انت ممكن تتحط في موقف، تمام، عندك فايل سيستم مساحته كبيرة جدا وليكن 1000 تيرا، او اسف 1000 جيجا يا عم، خليها 1 تيرا. تيجي تحاول تكريت ملفات، كل ملف واحد مساحته كبيره، وتكريت ملفات كتير على الفايل سيستم، يقول لك مش قادر اعمل الملف ده رغم ان في فري سبيس موجوده، خلاص. ليه؟ لان المساحات دي كل واحده مش قد بعضها. المهم ما علينا، ما تشغلش بالك بيها قوي يعني، ما تشغلش بالك بيها قوي. مش عارف اقولها لكم ولا لا، خليها خليها، بلاش بلاش، بدل ما اعذبكم معايا على الفاضي دلوقتي. بس يعني ان شاء الله هحاول في التراك الثاني او الثالث اوريك ازاي تعرض عدد كل ملف او عدد الملفات اللي ممكن تكريتها على الديسك
بمساحه كل واحد فيها. يعني لو انت عندك مثلا بارتيشن مساحته 100 جيجا، فانت ممكن تعمل كام ملف مساحته 4 جيجا، وكم ملف مساحته 2 جيجا، وكم واحد مساحته 1 جيجا، وكم واحد مساحته 500، وهكذا. خلاص حد فيكم هيفكرني اقولها لكم ايه، بس بلاش دلوقتي عشان ما اعذبكوش معايا. ماشي، الاتريبيوت دي ممكن اوريها لكم. طيب بما اننا النهارده لسه هنتكلم على البارتيشننج اصلا، فايه بلاش تعذب معايا، بس انت فاهم الفكره عامله ازاي؟ ها بالظبط، عامله زي منظمه اداريه. ما ينفعش كل الناس يبقوا مديرين، مسموح لك يبقى عندك مدير واحد او عندك اتنين مديرين يا سيدي. ها، وكم واحد نائب مدير، وليكن ثلاثه نواب مديرين، ومش عارف وكم واحد اعضاء مجلس اداره، وبعد كده اللي تحتهم على طول بيكونوا طبعا عددهم اكبر منهم. يعني مثلا كم رئيس قسم، بيكون طبعا رؤساء الاقسام عددهم اكبر من المديرين، صح؟ طيب تحت رؤساء الاقسام في بعد كده رؤساء افرع، تمام كده؟ رؤساء الافرع ممكن يكون عندك قسم في ثلاث فروع، كل فرع او اسف أو قسم واحد في ثلاث فروع. طب كل فرع بيكون فيه وليكن مجموعه من المهندسين صغيرين، وكل مهندس ها ماسك تحت ايده تيم، وكل تيم مش عارف فيه كام موظف. وصلت؟ هي نفس الفكره بالظبط. فانت بيكون الدنيا عندك مترتبه قوي 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 فوق ما تتخيل. خلاص، وليه الدنيا مترتبه؟ لان الديسكات بالمنظر ده مساحات، المساحات اللي بتفصل ما بين كل حته والتانيه كده ها مختلفه عن بعضها. يعني الحجم ده مختلف عن الحجم ده. بالمناسبه دي فيزيكال ليميتيشن، دي فيزيكال ليميتيشن. ها طيب، كلام جميل. طبعا مع وجود الاس اس دي اللي ظهر بقاله فتره، فالوضع مختلف شويه الى حد ما، بس خلينا نتكلم على السيناريو البسيط دلوقتي. طيب ها، وضحت الفكره ولا ايه؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب تعال بقى ايه نكمل. طيب بص يا سيدي، تعال نخش بقى في موضوعنا بقى بتاع النهارده. اعتقد انتوا كده بقى عندكم خلفيه الى حد ما معقوله عن الاستورج. الموضوع بتاعنا كالاتي، بص انا عندي فايل سيستم اهو، خليك فاكر انا قلت لك ما ينفعش ملفين يكون ليهم نفس الاينود نمبر، صح؟ بس لو عندك ها ادا بارتيشن وادا بارتيشن تاني اهو موجود، شكله سيء جدا البارتيشن التاني ده. ادا اتنين بارتيشنز اهو موجودين، خلاص ده له اينود نمبر، واسف ده اينود تيبل، وده له اينود تيبل تاني خالص اهو. ده البارتيشن رقم واحد وده البارتيشن رقم اتنين. لحد دلوقتي في مشاكل؟ طيب السؤال بقى، هل ينفع مواطن في دوله يكون له اي دي ومواطن في دوله تانيه يكون له نفس الاي دي؟ يعني ينفع مواطن في مصر يكون رقم البطاقه بتاعته 100512، ومواطن في امريكا رقم البطاقه بتاعته 100512؟ اه ممكن عادي، ايه المشكله يعني؟ مفيش اي مشكله، صح؟ طيب كلام جميل. يبقى لو عندك اكتر من فايل سيستم، ممكن تلاقي ملف على فايل سيستم له رقم، وملف على فايل سيستم تاني له نفس الرقم، بس ما ينفعش ملفين اهو. وخليك فاكر لما اقول لك ملفين اقصد بيهم ها اتنين داتا بلوكس، او داتا بلوكس مختلفة عن بعض اهو، ده في مكان فيزيكال وده في مكان تاني. ماشي، ما ينفعش يكون ملفين على اتنين داتا بلوكس مختلفين ليهم نفس الاينود نمبر. طيب كلام جميل، تعال بقى نخش في موضوعنا. موضوعنا اللي هو ايه بقى النهارده؟ السوفت لينكس، المفروض كنا خلصناها امبارح. بص لي كده، دول برضو اتنين بارتيشنز اهو. بص انا عندي ها داتا بلوك، هي الداتا بلوك دي لها اينود بيشاور عليها. مثلا الداتا بلوك دي الاينود اللي بيشاور عليها رقمه 500، والريفرنس بتاعه اسمه فايل واحد. جميل جدا. طيب بص لي كده، لو انت خدت منها حاجه اسمها سوفت لينك، السوفت لينك دي عباره عن ايه؟ عباره عن شورت كات. خلاص، السوفت لينك ما هو الا عباره عن شورت كات. عارف شورت كات يعني ايه؟ ها انت بتروح تعمل ريفرنس جديد في الفايل سيستم، بس المره دي الريفرنس هتقول له انا هعمل فايل اتنين، وفايل اتنين ده بيشاور على ها
فايل واحد اللي هو ده. خلاص كده؟ فبص لي كده ايه اللي موجود عندي؟ بص لي كده ايه اللي موجود عندي؟ السؤال بقى دلوقتي فايل اتنين ده بيشاور على مين؟ ها؟ بيشاور على الاينود بتاع الملف ولا على اسم الملف؟ بص بيشاور على مين؟ بيشاور على الاسم مش على الاينود. طيب السؤال ده، السؤال بقى لو انا جيت رحت عامل على الاينود ده كده قلت له انت يا اينود بقيت فري، هل فايل اتنين ده يقدر ياكسس الداتا دي؟ مستحيل يقدر. عارف ليه؟ لان فايل اتنين ده كان بيشاور على مين؟ على اسم، كان بيشاور على ريفرنس، ريفرنس لريفرنس وليس ريفرنس الاينود. فلما جيت قلت للاينود ده انت بقيت فري، المعلم ده ما عرفش يوصل الاينود، فبالتالي مش هيقدر يوصل الداتا بلوك موجوده فين بالظبط، مش هيعرف يوصل لاني داتا بلوك. وصلت؟ ها وضحت الفكره دي؟ ها حد عنده اي مشكله؟ لا دي فاهم ولا مش فاهم؟ تاني ركز معايا كده، تاني تاني يا سيدي اهو. بص يا سيدي، انا عندي داتا بلوك اهي. الداتا بلوك دي ليها اينود نمبر صح، وليكن رقمه 500، والاينود نمبر ده له ريفرنس اللي هو اسم الفايل نفسه، والفايل اسمه فايل واحد صح. لحد دلوقتي في مشكله؟ انا جيت عملت له حاجه اسمها شورت كات. الشورت كات دي عباره عن ايه؟ بعمل اسم جديد، والاسم الجديد ده ها بيشاور على اسم الملف اللي كان موجود، على الريفرنس بتاع الملف. طيب السؤال بقى، لو انت رحت جاي فايل اتنين دلوقتي، خلي بالك دلوقتي بقى الوضع ايه؟ ريفرنس بيشاور على ريفرنس وليس ريفرنس بيشاور على اينود، او ريفرنس بيشاور على تابلوك على طول. يعني الريفرنس ده اللي اسمه فايل اتنين ده ما يعرفش فين ده تابلوك اصلا، لانه كان بيشاور على ريفرنس تاني، مش بيشاور او مش بيشاور على ها اينود تاني. فايه اللي حصل دلوقتي؟ لو انت جيت رحت جاي كده هوب، رحت ماسح فايل واحد، مسحت فايل واحد. عارف مسحت فايل واحد يعني ايه؟ يعني كده خليت الاينود نمبر بتاعه بقى فري. هل فايل اتنين هيقدر ياكسس فايل واحد؟ اكيد لا، اكيد لا. خلاص ما هو فايل واحد اتمسح. طيب معلش دلوقتي انا لما كريت فايل اتنين، هل فايل اتنين ده هيحجز اينود تاني؟ فايل اتنين نفسه هيحجز اينود؟ هيحجز اينود واحد بس عشان يتخزن عليه، لكن الداتا الفعليه ها بتبقى عباره عن ريفرنس لمين؟ للملف الاصلي اللي موجود هنا. طيب الحاجه اللي عايز اقولها لك كمان، لو جيت عملت شورت كات، الشورت كات ممكن تعملها على نفس الفايل سيستم؟ ممكن تعمل على نفس الفايل سيستم. طب ممكن تعملها ما بين فايل سيستم وفايل سيستم تاني؟ ايوه ممكن تعمل الشورت كات او السوفت لينك ما بين الفايل سيستم ده وما بين الفايل سيستم ده. انت عارف ليه؟ لان ممكن اقول له انا عندي هنا، انا هعمل شورت كات جديده اسمها فايل اتنين اهي، وفايل اتنين هتشاور على داتا بلوك ولا على اسم؟ هتشاور على ريفرنس صح؟ هقول له هتشاور على الريفرنس اللي اسمه فايل واحد. ففي الحاله دي ينفع تعمل الشورت كات ما بين اكتر من فايل سيستم؟ ايوه ينفع، مظبوط، مفيش اي مشاكل. طيب هو انا ليه بقول لك كده؟ هو في نوع تاني؟ في نوع تاني من اللينكس اسمه هارد لينك. هارد لينك
ايه موضوع الهارد لينك ده؟ بص لي كده، دي داتا بلوك صح؟ الداتا بلوك دي ليها اسم برضو، داتا بلوك رقم وليكن رقم 600، والاسم بتاعها اسمه فايل واحد. طيب كلام جميل. نفس الداتا بلوك اللي موجودة دي خلاص، ممكن اعمل لها ريفرنس تاني. ايوه، ممكن اجي اقول ان 600 بيشاور برضو على ريفرنس تاني اسمه فايل 2، يبقى نفس الاينود بيشاور على 2 ريفرنس. زي ما انت اسمك احمد وبدلعك يقولك يا حماده، هل انت نفس الشخص؟ هل هي نفس الداتا بلوك؟ ها، هل هي نفس الداتا بلوك؟ نفس الداتا بلوك صح، بتشاور فيزيكلي على نفس الداتا بلوك على الهارد صح. معنى كده ان لو جيت مسحت الريفرنس ده، هل الريفرنس ده ممكن يشتغل؟ فايل 2 ده، هل فايل 2 دلوقتي ممكن ياكسس نفس الاينود نمبر؟ اه. طيب حلو جدا، يبقى الهارد لينك عباره عن ايه؟ 2 ريفرنس لنفس الداتا بلوك، انما الشورت كات او السوفت لينك كانت عباره عن ريفرنس او اسم جديد لريفرنس تاني موجود، وليس الاينود نمبر موجود. يبقى الفرق بين السوفت لينك والهارد لينك ان الهارد لينك عباره عن ريفرنس جديد لاينود نمبر، انما السوفت لينك كان عباره عن ريفرنس لريفرنس او اسم بيشاور على اسم، وليس اسم بيشاور على اينود. فلو الاسم الاصلي اتمسح مش هيقدر يوصل الاينود نفسها. وصلت؟ طيب هل ينفع الهارد لينك تشتغل ما بين اكتر من فايل سيستم؟ لا. ليه؟ لان داتا بلوك دي بتبقى موجوده على فايل سيستم واحد. ينفع مواطن واحد يكون موجود في دولتين في مكانين في نفس الوقت؟ يعني انت ينفع يتقال ان شادي ده موجود في مصر وامريكا في نفس اللحظه؟ هي داتا بلوك بتبقى موجوده في مكان واحد صح، فينفع تشاور على داتا بلوك او ينفع المواطن ده يكون موجود في مكانين في نفس اللحظه؟ مستحيل مستحيل. خلاص كده. طيب الحاجه بس اللي عايز اؤكد عليها تاني، الهارد لينك 100% لازم بيكون موجود على نفس الفايل سيستم. طيب كلام جميل. الحاجه الاخيره بقى، الحاجه الاخيره اللي هي ايه؟ لما تيجي تعمل هارد لينك، دايما 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 هتلاقي الهارد لينك واخد نفس الاينود نمبر بالظبط بالملي. ليه؟ لانه بيشاور على نفس الداتا بلوك. يعني الاينود نمبر بتاع الهارد لينك بيشاور على نفس الداتا بلوك، معناها انه هياخد نفس الاينود نمبر بكل بساطه. هو نفس الشخص، هي نفس الداتا بلوك. طيب تحب اوريك الكلام ده؟ تعال اوريك الكلام ده كده بنفسك. ممتاز جدا. هعمل ايه يا سيدي؟ هوريك اهو، ثانية واحدة بس عليا، بص لي كده. ال اس كده داش ال اي، ال اس داش ال اي كانت بتعرض لي الملفات بمين؟ بالاينود نمبر بتاعتها. طيب بص لي كده مثلا على ملف اسمه، تعال امسح كل الكلام اللي ملوش اي لازمة عندي دون. حلو. طيب تعال كده امسح ار ام تيست استريك فايل استريك. ممتاز جدا، مسحت كل الملفات اللي ملهاش اي 60 لازمه عندي ديه. هعمل ايه دلوقتي؟ تاتش كده لملف اسمه فايل واحد، وتعال افتح كده نانو فايل واحد تيستينج اونلي.
اي نود تيست كنترول اكس كده، هعمل سيف شكرا. فين الامر الغريب ده؟ انا عملت اي امر غريب دلوقتي؟ مسحت شوية ملفات جنب بعض بس، ايه الغريب فيه؟ هتيجي الاسترك ان شاء الله كمان شوية النهاردة، يعني عشان المعلم شادي سأل سؤال فهنجيله دلوقتي حالا. اه هجيلك دلوقتي عليه. استرك يعني اي حاجة، امسح كل الملفات وراح دماغك، امسح كل الملفات يعني. طيب ال اس عندي كده اهو، ال اس داش ال اي، بص لي كده الفايل واحد، ها شايف الايدود نمبر بتاعه ايه؟ طيب تعالى كده اعمل هارد لينك. عشان تعمل هارد لينك في عندك امر اسمه ال ان، ال ان لينك يعني، ها ال ان فايل واحد وسميه لي يا عم فايل اتنين، ال اس داش ال اي كده، بص لي كده الاتنين ايه؟ شايف؟ نفس الرقم صح؟ طيب بص لي كده، لو اجي اقول له كات فايل واحد، طب كات فايل اتنين، الاتنين بيشاوروا على نفس الداتا بلوك بالملي. طب لو جيت مسحت فايل واحد، هل لسه فايل اتنين دلوقتي قادر يشاور على داتا بلوك؟ ايوه. طيب كده كات فايل اتنين، بص فايل اتنين، طب ال اس داش ال اي، بص فايل اتنين لسه بيشاور على نفس الداتا بلوك. شفت يا عم؟ ها وضحت؟ يبقى الهارد لينك كان عبارة عن ايه؟ الهارد لينك عبارة عن ايه؟ بكل بساطة ريفرنس جديد لنفس الاينود نمبر، او ريفرنس بيشاور على نفس البلوك اللي موجود على الديسك. تمام كده؟ طيب ممتاز. طيب بالنسبة للسوفت لينك، والله الموضوع بسيط جدا. تعالى كده، انا قلت لك السوفت لينك نستخدمها على اكتر من فايل سيستم او اكتر من مكان. بص ممكن عشان تعمل سوفت لينك استخدم الامر ده اللي اسمه ال ان داش اس. انا عايز اخد لينك من الفايل اللي اسمه فايل 2 هحطه تحت سلاش تم، ماشي؟ بص كده ال اس داش ال اي وال اس داش ال اي سلاش تم فايل 2، بص كده دلوقتي ايه اللي حصل. بص لي تمب فايل 2، شايف تمب فايل 2؟ بيقول لك تمب فايل 2 الاول. تعال امسح كده الاول ار ام سلاش تمب فايل 2 اهو تاني، ال اس داش ال اي، بص على الرقم كويس، بص على الرقم كويس، بعد كده ال ان داش اس سلاش روت فايل 2 حطوا لي تحت سلاش تم ال اس داش ال اي سلاش تم فايل 2 فايل 2 اهو. بص لي كده كويس، شايف الاينود نمبر بتاع فايل 2 الاصلي؟ طب شايف الاينود نمبر بتاع فايل 2 اللي في تم؟ طب شايف تم بفايل 2 بيشاور على مين؟ هل هو دلوقتي بيشاور على اينود ولا بيشاور على اسم؟ ده بيشاور على ريفرنس. هاجي للحته دي حالا، هاجي لها حالا، اصبر بس عليا. طيب شايف اللون اللبني؟ اللون اللبني النهارده ده لون جديد، ها لون جديد عندنا اللون اللبني. اللون اللبني ده يا معلم معناه ان هو ايه؟ ها معناه ان هو سوفت لينك. اللون اللبني معناه ان هو سوفت لينك، خلاص. طيب كلام جميل ممتاز. بص لي كده، لو قلت له كده كات فايل 2 اللي عندي الداتا موجودة، طب كات تمب فايل 2 لسه برضو قادر يقرا الداتا. طب بص لي كده، لو جيت مسحت الفايل الاصلي سلاش روت فايل 2، مسحت الفايل الاصلي اهو، بص لي كده على اللينك شكله هيبقى عامل ازاي. بص شكل اللينك بقى عامل ازاي، بقى لونه احمر. عارف ده معناه ايه؟ ها اللون الاحمر ده معناه ان هو ايه؟ في حاجة غلط. بص هو حاسس كده ان في حاجة مش مظبوطة. طيب بص لي كده كات سلاش تمب فايل 2،
هل فايل اتنين او السوفت لينك ده قادر يقرا الداتا، قادر يوصل للبلوك نفسه دلوقتي؟ بص ايه اللي حصل، ده بيقول لي نو ساتش فايل اور دايركتري، انا مش قادر اوصل اصلا للداتا بلوك دي اساسا، انا مش قادر اوصل لها يا حاج. طب اتهرج كده معايا ولا ايه؟ خدت بالك؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ايوه، لان الملف الاصلي اتمسح فمش قادر يوصل للريفرنس بتاع الملف ده. السوفت لينك هو زي الشورت كات في ويندوز بالظبط. في ويندوز لو عملت شورت كات لملف ورحت مسحت الملف الاصلي، جيت اكسس الشورت كات، هيطلع يديك على وشك ويقول لك ما ينفعش، الشورت كات دي بتشرح حاجه ما عادتش موجوده خلاص. امتى تستخدم السوفت لينك وامتى تستخدم الهارد لينك؟ والله لو عندك داتا هتاكسسها من على نفس الفايل سيستم، ها ممكن تستخدم الهارد لينك مبدئيا. بس الهارد لينك، لا الهارد لينك مش للباك اب، الهارد لينك ملوش اي علاقه خالص بالباك اب، لانه بيشاور على داتا بلوك واحده خلاص. بس بكل بساطه لو الداتا بتاعتك هتسبان اكتر من فايل سيستم، ها فانت المفروض تستخدم ايه، او هتبقى موجوده على اكتر من فايل، او اسف هتاكسسها ما بين فايل سيستم وفايل سيستم تاني، فانت المفروض تستخدم السوفت لينك. طيب بص لي كده ال اس داش ال السلاش، بص كده الفايل سيستم بتاعك الروت فايل سيستم كان بيستخدم بن عباره عن ايه. اوبا بقى خدت بالك، بن واس بن كان عباره عن سوفت لينك لمين يا عم؟ ليوزر بن. شفت خدت بالك من حاجه انت اول مره تاخد بالك منها دلوقتي؟ وضحت؟ ها ماشي كده؟ لو قلت له كده ال اس سلاش يوزر بن، ال اس سلاش بن هي نفس الحاجة بالظبط، تمام كده؟ طيب آخر حاجة بس هقول لك عليها، آخر حاجة هقول لك عليها اللي هي إيه؟ لما تيجي تستخدم السوفت لينك لازم تستخدم الابسوليوت باث. تاني لما تيجي تعمل السوفت لينك لازم تستخدم الابسوليوت باث زي ما انا عملت هنا كده، وتستخدم الابسوليوت باث للسورس فايل، ها والسوفت لينك او الشورت كات فايل نفسه مفيش نقاش فيها، لازم. خليني بقول لك اهو، لازم. لو ما عملتهاش هيشتغل برضه، بس الكلام ده غلط، الكلام ده مش مظبوط، ممكن يشتغل معاك انما بالنسبه للهارد لينك انت مش محتاج، ها مش محتاج ايه، مش محتاج تستخدم الباث كامل لانه بيشاور على اي نود نمبر، وانا قلت لك ان الاي نود نمبر ده يونيك بالنسبه للفايل سيستم، ماشي كده؟ وانت بتعمل السوفت لينك ممكن تدي اسم تاني زي مثلا ماي فايل خلاص. انا لسه عندي فايل اسمه فايل 2 اصلا. طب تاتش كده فايل 2 ال اس داش ال اي سلاش تمب ماي فايل اهو. لا ما اعرفش مش عارف ايه الكونجنكشن والله بصراحه، هو مش موجود اصلا في ويندوز الهارد لينك، الهارد لينك مش موجود في ويندوز. طيب بص مبدئيا انا عايز اقول لك ان الهارد لينك انقرض، الهارد لينك انقرض خلاص، ما عادش حد بيستخدمه، كل الناس بتستخدم السوفت لينك، كل الناس تقريبا بتستخدم السوفت لينك ماشي.
نفس الحكايه بالنسبه للدايركتري، اللي ينطبق على الفايل ينطبق على الدايركتري اهو. ام كي داير تيست ماشي. ممكن تعمل لها كده ال ان من تيست دي، سميها لي ماي دايركتري. بص كده الهارد لينك بالنسبه للدايركتري مش الاود، ما ينفعش. عارف ليه؟ ها، لانه قلت لك الدايركتري قبل كده بتشاور على ملفات تانية، خليك فاكر الحكايه دي. لكن لو جيت عملت سوفت لينك بقى ال ان داش اس سلاش روت تيست، حطها لي في سلاش تمب ماي دايركتري، السوفت لينك بالنسبه للدايركتري الاود، لكن الهارد لينك بالنسبه للدايركتري مش الاود. ليه؟ لانه قلت لك قبل كده ان الدايركتري فيها ريفرنسز، او اسف، بتشاور على ريفرنس الفايل، ها، او فيها ريفرنس بيشاور على فايل نيم. علشان كده الهارد لينك بالنسبه للدايركتري ما ينفعش، لانها كان فيها بوينترز بتشاور على اينود نمبرز اللي هي الفايل نيمز بكل بساطه. تمام كده؟ ها، حد عنده اي مشكله تمسح اللينك ازاي؟ بص لي كده rm slash temp my directory dash rf ls slash temp كده، ها اتمسحت صح؟ my directory طارت خلاص مع السلامه. طب ls كده هل السورس لسه موجود؟ السورس لسه موجود. طيب كأنك بتمسح فايل عادي، لما تمسح السوفت لينك نفسه مش هيأثر على السورس فايل او السورس دايركتري. تاني، لما يكون عندك سوفت لينك مسحت السوفت لينك نفسه هل هيأثر على الملف الاصلي؟ لا، مش هيأثر على الملف الاصلي. لكن خلي بالك لو جيت عملت كده كنترول ال كده، تعمل ال ان داش اس سلاش روت، انا كان عندي ملف هنا اسمه يا سيدي فايل 2 اهو، وحطه في سلاش تم بسمهولي ماي فايل، ده كان موجود اصلا ماي فايل ده كان موجود. طيب ماي نيو فايل، حلو، انا كان عندي ملف موجود في تم اسمه ماي فايل، او سوفت لينك كنت عامله من شويه اسمه ماي فايل، فعشان كده طلع لي الايرور ده. طيب تعالى كده نانو سلاش تم ماي نيو فايل، وجيت اكتب فيه بص لي كده كات ماي نيو فايل، اسف كات فايل 2. طب كات ماي سلاش تمب ماي نيو فايل، يا سيدي اكتب بقى، يبقى مع السوفت لينك او مع الهارد لينك لو عدلت فيهم بيعدل في الملف الاصلي، لكن لو مسحت السوفت لينك مش هيمسح الملف الاصلي. ها، في مشكلة؟ ها، خلاص كده؟ طيب ده كان موضوع السوفت لينك والهارد لينك، الحمد لله الحمد لله خلصنا. ماشي؟ هناخد بريك لمدة 5 دقايق أو 10 دقايق، وبعد كده نشتغل على إيه؟ نفس اللي بيحصل مع الشورت كات في ويندوز، نفس اللي بيحصل معاه والله. مفيش اي اختلاف، السوفت لينك يعادل الشورت كات في ويندوز بالظبط بالظبط. هنخلص ونبدا نتكلم على الفايل سيستم بقى. تمام، لا قبل الفيم كمان، قبل الفيم هنتكلم ازاي اكريت بارتيشنز بقى وابدا اتعامل معاها، بس الاختلاف في الاسم فقط. يعني ايه الاختلاف؟ السوفت الاختلاف في الاسم، في ويندوز اسمه شورت كات، في لينكس اسمه سوفت لينك بس. ماشي؟ طيب ناخد بريك بقى 5 دقايق ونرجع نكمل ان شاء الله.